طبعا الفترة اللي فاتت يا جماعة بيجي لي أسئلة كتير جدا إن الحمام بيكون سليم وكويس ولكن بيموت فجأة. طيب ده من إيه؟ أو ده بيحصل ليه في فصل الصيف بالذات؟ وطبعا إحنا الأجواء دلوقتي صيفية والجو حر والدنيا متشقلبة. طيب ده يا جماعة بيحصل بسبب إنك أنت مش بتهتم بعلاج الحمام من الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري مسبب رئيسي في موت الحمام فجأة في فصل الصيف. طيب نعمل إيه يا عم محمد ونفهم إزاي بقى الدنيا ديت سريعا كده في فيديو قصير. أي حاجة كده هتجيبها من عند البيطري هتقول له أنا عايز علاج للإجهاد الحراري. طيب أنا عايز نوع معين يا عم محمد، أدي نوع معين أهو. تمام، ده فيتامين سي، اتكلمت عنه قبل كده كتير، لعلاج الإجهاد الحراري، محسن للإنتاج ومنشط للمناعة والجهاز المناعي، يعني بيستخدم كمان لرفع المناعة أهو. دي طبعا حاجته من ورا. الكيس ده 100 جرام بسعر 15 جنيه أو 20 جنيه مصري، مش غالي. طيب طريقة الاستخدام بتاعته، ده بودر يا جماعة، بودر. تمام، طريقة الاستخدام بتاعته بتكون 1 جرام على 1 لتر من الميه. تمام، طيب احنا يا عم محمد دلوقتي ما نعرفش الجرامات، لان برضو الناس دي انا بتسأل على الموضوع ده. دي معلقه اهي معروفه، او معلقه شاي صغيره. تمام، بتاخدها كده معلقه ممسوحه على 1 لتر من الميه. طيب زي ما انتم شايفين دي ازازه 2.5 لتر. تمام، انا بحط لها معلقتين ونص ممسوحين من الدواء ده. تمام، ومعطش الحمام كله ومطلع السقايات غاسلها ومظبط الدنيا اهو، والحمام طبعا عطشان من امبارح بالليل، وبديهم جرعه الدواء دلوقتي هنزل لهم بيها واديها لهم. طيب الموضوع ده يتم كل قد ايه يا عم محمد؟ يا باشا الموضوع ده والدواء ده ما تقطعهوش من عندك طول فصل الصيف، ما تقطعهوش من عندك طول فصل الصيف. طيب الجرعة والمواعيد هتكون مش أقل من مرتين في الأسبوع. يبقى أنا أدي للحمام بتاعي جرعة جهاد حراري ماشي مرتين في الأسبوع، مش أقل من كده طول فصل الصيف. أه طول فصل الصيف. طب تحته شغالين ما يهمكش، تحته بيض ما يهمكش، تحته شغالين لسه نبقى صغيرة ما يهمكش، كل ده ما تقلقش منه، بالعكس ده بيفيد الزغاليل. تمام، فارجو ان المعلومه تكون وصلتك كويس، ارجو ان انا ما طولتش عليكم الفيديو، ارجو دعم القناه، ارجو اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، ارجو عمل متابعه لينا على صفحه الفيسبوك بتاعتنا. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.